تعالى. أحب صلاة الجماعة بشكل غريب، فكان هو المؤذن رحمه الله رحمة واسعة، معنى ذلك أنه كان دائما من السباقين في المسجد. عندما أصابه المرض ومنعه المرض من حضور المسجد، إذا به يطلب من أبنائه أن يصلوا معه في البيت حتى لا يفوته أجر صلاة الجماعة. سبحان الله، هذا الذي تعلق قلبه بالصلاة، صلاة الجماعة، لا يريد أن تفوته ولو في حال عذر، عذرا بسبب ذلك العذر أن يحضر الجماعة، مع ذلك كان في بيته وفي المشفى، عندما يرقد في المشفى أو ينوم كان لا يحب أن يصلي منفردا، واظب وأحب صلاة الجماعة.